كنطرقوا لهذا الموضوع لان المغرب اليوم المؤشرات لمشاركه المراه في الحياه الاقتصاديه كتبقى مؤشرات يعني ضعيفه بالنسبه لامكانيه المراه المغربيه، بحيث ان نسبه الشغل للمراه كتبقى ضعيفه، خلق المقاولات من طرف المراه كتبقى ضعيفه بالنسبه لدول المنطقه، بالنسبه للدول السائره في طريق النمو. لهذا وهذا من الأهداف أيضا للنموذج الاقتصادي المغربي أن يكون دور أكبر للمرأة في الدينامية الاقتصادية اللي كتعرفها يعني بلادنا. احنا يعني أولا هناك برنامج تحسيسي وهناك أيضا برنامج توعوي وهناك أيضا يعني ترافع يعني لجميع مكونات المجتمع المغربي حتى تكون هناك تبسيط للمساطر، حتى يكون هناك تكوين ملائم للمرأة لكي تلعب الدور المنوط بها في الدينامية الاقتصادية. وهذا هام جدا لأن من شأنه أنه يرفع النمو الاقتصاد المغربي، هو أيضا من شأنه أنه يعني يرفع يعني التكامل ما بين الاقتصاد والميدان الاجتماعي. وهذا يعني هو الهدف الأسمى أولا طبقا لنداء صاحب الجلالة وتوجيهاته السامية في الخطابات الأخيرة لطالب يعني بدور أكبر للمرأة، وأيضا يسير يعني نحو يعني الهدف المسطر من طرف النموذج الاقتصادي الذي يسبو إلى نسبة نمو اقتصادي أكبر، إلى اندماج شصو اجتماعي أكبر. وهذا هو الهدف من هذا البرنامج إن شاء الله. الهدف من اليوم هو يعني بلورة برنامج مشترك ما بين مؤسسات اجتماعية وأيضا منظمات ومؤسسات كبرى حتى يكون هناك يعني تكامل للمجهودات للوصول للأهداف المنشودة. احنا ملي تنشوفوا الأرقام الأخيرة تعطينا واحد النظرة شوية مع الأسف فيها واحد التراجع على وجود المرأة في الاقتصاد المبين، الاقتصاد القانوني المقنن، وتنبقاو في واحد الاقتصاد غير المؤهل. ما نشوفوش اي هذيك النساء اللي وصلوا للوزراء او وصلوا للمديريات في الوزارات او على راس بعض المقاولات، هذوك اللي على راس بعض المقاولات هما بالنسبه قليله، وتتكون في اكثر الوقت مقاولات عائليه. حنا اللي بغينا ما يكون حضور للمراه في اي مجال، ديك المراه اللي في الصناعه التقليديه أو المرأة اللي عندها واحد خدمة اللي يمكن لها تستغل منها واحد الوقود ديالها الموقود ديالها، هادشي تيجعلنا باش نشوفوا الفئة الكبيرة النساء اللي هي مازال مهمشة، ما نقبيوش على راسنا واحد الحقيقة، ولكن كاين هنايا واحد الرغبة، هي دابا رغبة ملكية وواحد الرغبة ديال المجتمعية. عدد ديال الجمعيات وانتمشتوا هاد الحضور اللي تيشوفوا بأن المرأة هي في الحقيقة في قلب التغيير الاجتماعي، وما يمكنناش نديروا 51% من الساكنة بعيدة على كل الإمكانيات الآنية موجودة على في التقنيات الحديثة ولا في الوصول إلى العلم بصفة عامة والوصول إلى الإمكانيات الذاتية اللي غتسهل لها واحد تاخذ مأمورة حياتها بين يديها. هنا اجتماع أظن أنه اجتماع داخل في الخطة وفي السياسة ديال سيدنا جلالة الملك، وأنه المرأة عندها واحد الدور مهم اللي ما كانش عندها نفس الدور، لأنه المرأة في الحقيقة هي الأساس ديال لا كويزيون سوسيال، الأساس ديال لا كونستركسيون ديال لا فامي، والمرأة هي في الأساس كذلك ديال التعليم ديال ليدوكاسيون ديال التربية. المشكل هو انه منين ما تنعطيوش نفس الاهميه للمراه في ناحيه التربيه. التربيه هي كلها مبنيه على الام، والام هي اللي تتبقى واحد الوقت كبير مع الطفل، ولكن كذلك هي اللي تتربيه اللي تشوف الصحه ديالو كل شيء، بحيث انه المراه تتلعب دور في الاقتصاد. اليوم ما كاين يلاه 20% ديال المراه ديال النساء اللي تلعبوا دور في الاقتصاد، تو داكتيفيتي دي فام فيمينام، لكن خصنا على حسب عدد من الدول النمو كله مبني على
لانتيغراسيون ديال لا فام او ميليو ايكونوميك. وهنا راه باقيين عندنا تاخر، حيث انه كل ما ودرنا واحد الاجتماعات في هذه الاجتماعات بحال هكذا، الحمد لله المغرب الى في دي بروغري خصنا نعترفوا بها في هذه الناحيه هذه، ولكن مازال خصنا كذلك نديروا بروغري اخرين.